السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة عمل الخلفية وإزاي نستغل الخلفيات الموجودة داخل الباير بوينت. هنا مثلا لو هنستخدم فورم الأول، هي ده بيتسمى بفورم رقم واحد، ولما بيفتح معانا هذا الشكل، اللون الأبيض هو ده اللون الأساسي للخلفية. فإحنا هنا علشان نقدر نضيف خلفية لازم نخش على بيكتشر ونقدر نضيف الصورة للخلفية. هنيجي هنا الصورة بالنسبة للباي بوينت، هنا أحيانا بتلاقي هنا في خلفيات، ممكن تصمم خلفيات بهذا الشكل. هنا بس معلش لازم ده منها بهذا الشكل، هنشيل الجزئين دولت ونخلي الصورة سايدي اللي هو يعني عريض، ونقدر نعمل ألوان كتيرة جدا مثلا نديك هذا الشكل، وهنا الشكل هنا مثلا كويس قوي. نقدر نستغل الموضوع دوت، عايزين نعمل كاستم أعلى درجة نقاء للصورة. هنا بيقول لك 33 سنتي، احنا ممكن نخليها 100 سنتي، مش عارف الماكس هو ده أعلى حاجة. وهنا نفس الكلام هنخلي تحت حوالي 50 سنتي، ونسيف السرعة كده، حاول نسيفها كصورة سيف از. اهي بي ان، خليها بي ان جي عشان بي ان جي دي افضل نقاء صورة. هنشوف هل الصورة نزلت، ما هي نزلت هنا تقريبا. تعال نشوف اول حجم الصورة ايه، عاملة 8 ميجا. تمام، ما اعتقدش اللي هي يعني ماشي شغال معقول. بتحول الصورة بقى هنا الى، بس اول نفرغ اليمين والشمال، نخلي بس الجزئين اللي هنا يتشالوا، اللي هو بص اللي هي ديت، معلش عايز اوريها لك، اللي هي دي ودي. ده لو في هنا حاجات منضمة لجدول دي ليها إفادة، طالما الفورم ملوش انضمام لجدول ملوش إفادة، ملهاش لازمة. يبقى احنا هنشيل الجزئين دولت، وهنا هنيجي هنا في الجزء ده هنضغط على العلامة الصورة دي ونختار البيكتشر اللي احنا لسه ماشي. طب بص هنا بقى، هنا احنا عايزين نعملها شكل استريتشي، يجيب لك المساحة الكلية طبقا للخلفية، المساحة الكلية طبقا للخلفية. يبقى انت تقدر تنزل خلفية كامل النقاء بمنتهى السهولة، وتقدر تصمم عليها البرامج بتاعتك. يبقى طريقة استفادة من باور بوينت للخلفية في منتهى السهولة للأكسس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.